حقيقي نقولها انا ديما دافع من شيرتهم، لكن اليوم باش نقولها انهم يلزمهم يتحملوا مسؤولياتهم، يلزمهم يحسوا بالالوان نتاع النادي والمريول اللي قاعدين مش مباراة اللي ولد النادي معناتها متربي في النادي مسؤوليته مضاعفة، واللي جاء سواء من خارج تونس او من تونس من فرق اخرى وصرف عليه فلوس وتقمص زي النادي اللي في عليه الا يقوم بواجباته، وما هو مش مسموح له انه يقعد على المردود اللي يخلي النادي يفقد في بعض يعني يفقد النقاط ويخلي عب على ماشي الجرينتا بالسلبي. فهمتني؟ الجرينتا اللي تزيد تحفز الزملاء نتاعو، كل واحد يحفز زملائه يعطي 200% يزيد يخرج من المخزون نتاعو، يحس كما قلت انا يحس بقيمه القطع عاتقه وبالالوان بتاع النادي اللي هو لابسه. اليوم ما عادش عندهم معناتها فرصه اخرى، وما عادش تسامح معناتها من ناحيه انه شخص يتخاذل او انه شخص يقوم ياتي اشياء خارجه عن النطاق الرياضي اللي تخلي ممكن لا قدر الله تبدل مجريات اللعب مع تحديث مع الحكم انه يعمل جست خايب ولا حاجه يتجر على اقصاء.